هذه ليست زيارة. كلمة زيارة تحتاج برنامج وموعد مسبق ومقابلات وترتيبات. دي لم تكن زيارة. بين ما أخذت قرار أن أنا أجي وبين أن أنا جيت حوالي 10 ساعات، وكانت ساعات الليل يعني، فهي وقت محدود خالص. هو حضور للوداع، بودع شخصية مهمة في الكنيسة، للعزاء لكل أحبائه، أيضا لتقدير إنسان تعب في حياته الكثيرة، سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى العام الإنساني أو المستوى الكنسي أو المستوى الوطني. أيوة.